راديو أوريانت بترد الروح. رمان الهوى مع إيمان أحمد. مساء الخير. يشكل الواقع السوري الأليم محور الأحداث إقليمياً ودولياً ومجال رهانات الكبار وورقة يتفاوض حولها كل الأطراف. ومن فترة لأخرى تخرج علينا خلاصة مجموعة من التداولات والحسابات، وإذا ما قسمناها فهي تبدأ بالحسابات الدولية ويلعب فيها الدول العظمى، أما الدائرة الأخرى فهي للدول الإقليمية والتي تتعامل مع الملف السوري من خلال مصالحها أيضاً، ومن ثم الداخل السوري وحسابات الثوار وغيرهم على الأرض والتي لا يلقى لها الآخرون بالاً إلا في إطار مصالح تلك الدول. وعليه فقد تمنى السوريون وعلى مدار الأربع سنوات أن تتم مبادرة ما تنقذهم من جحيم الأسد ومن لف لفه في ساعة رحمة ينظر بها المجتمع الدولي إليهم عبر أفكار كثيراً ما تلقفتها وسائل الإعلام وتحدثت عنها، ليتضح فيما بعد أنها لا تعد أن تكون جملة من محلل سياسي هنا أو صحفي هناك، ولتغيب معها كل الآمال المنعقدة لوضع حد لأنهار الدم التي يجريها الأسد ومن خلفه حلف إيراني روسي آخر ما يفكر فيه هو خروج الأسد من المشهد السياسي أو إيقاف الدم. ومؤخرا تعود فكرة المنطقة الآمنة للظهور، أو كما تسمى المنطقة الأمينة، مع الفارق السياسي والتطبيقي للمعنى. تعود الفكرة للظهور مجددا لتكون واقعا. مصادر رسمية تركية كشفت أن منطقة أمينة ستفرض خلال أسبوع. يأتي هذا في ظل تأييد فرنسي وإمكانية مشاركة في تنفيذ هذه الخطة. حول هذا الأمر وتداعياته حتكون حلقتنا لليوم.
مستمعينا بينضم إلنا المحلل السياسي التركي أستاذ بكير أتاجان، لكن بداية رح نسمع تقرير حلقتنا لليوم ونرجع نتحاور مع ضيفنا. ذكرت مصادر رسمية تركية أن منطقة آمنة ستفرض خلال أسبوع في سوريا ضمن المنطقة الممتدة من مدينة جرابلس إلى مدينة عزاز الحدوديتين. وأكدت المصادر التركية بحسب صحيفة الشرق الأوسط أن أنقرة اتخذت هذا القرار قبل عقد قمة مجموعة العشرين التي استضافتها تركيا الأسبوع الماضي، إلا أن الأمريكيين طلبوا التريث إلى ما بعد القمة. وأشارت المصادر إلى أن تركيا لن تقوم بعمليات برية لإيجاد هذه المنطقة، بل ستقوم بعمليات دعم جوي ومدفعي مكثف لقوات المعارضة من أجل السيطرة على الأراضي المطلوبة لإقامة المنطقة الآمنة، موضحة أن حركة أحرار الشام والجبهة الشامية والجبهة التركمانية ستقوم بملء الفراغ الناجم عن انسحاب تنظيم الدولة. وقالت إنها لن تسمح بتقدم المنظمات الإرهابية، في إشارة إلى قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي تعده أنقرة الذراع السورية لتنظيم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. ولمحت مصادر تركية إلى إمكانية دخول فرنسا على خط الغارات، كشفت للشرق الأوسط أن محادثات تركية فرنسية تجري لبحث إمكانية استخدام الطيران الفرنسي القواعد التركية الجوية، مشيرة إلى أن واشنطن تواصل في الوقت نفسه إرسال مزيد من الطائرات إلى قاعدة إنجرليك العسكرية في تركيا. يذكر أنه خلال الشهر الماضي أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن فرنسا وافقت على إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري. الائتلاف المعارض قال في بيان له: اجتمعت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مع السفير الفرنسي فرانك جيلي صباح الخميس بناء على طلب السفير، وقال إن بلاده تبدي موافقتها على فكرة إقامة منطقة آمنة في سوريا. نقل البيان عن السفير الفرنسي قوله إنه استمع لرؤية تركيا في إقامة تلك المنطقة وآليات تنفيذها وكانت وافية وقابلة للتطبيق، وأنه أشار إلى أن فرنسا ستبحث هذا الإجراء مع الولايات المتحدة الأمريكية لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع. وأردف البيان: ناقش الطرفان أهمية إقامة المنطقة الآمنة لحماية المدنيين من القصف العشوائي وتحييدهم عن المعارك، مما ينعكس ذلك على إيقاف تدفق المهاجرين وتعزيز تحصينات الجيش الحر لمحاربة نظام الأسد ومكافحة تنظيم الدولة. ومن جديد مستمعينا برحب بضيفنا المحلل السياسي التركي أستاذ بكير أتاجان. يسعد مساك أستاذ بكير، أهلا وسهلا فيك معنا على هوا راديو أوريانت. طيب يا مرحبا. بداية يعني تركيا يمكن منذ الأيام الأولى أو خلال الفترة الأولى من الثورة السورية بالعام 2011 كانت عم تطرح فكرة المنطقة الآمنة أو حتى المنطقة الأمينة. بين المنطقة الآمنة والمنطقة الأمينة أو حتى العازلة، ما هو الفرق ونحن بصدد أي واحدة منهم؟ المنطقة الآمنة تحتاج إلى قرار أممي، إلى قرار الأمم المتحدة، ويجب أن تكون تحت البنود. يعني قبل 24 سنة لما كانت القرار بالنسبة لشمال العراق حيث كانت المنطقة العازلة والمحظورة أيضا يعني حظر جوي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية على شمال العراق على زمن صدام كما هو معروف، وهذه كانت قرار دولي. لذلك في نفس الشيء بالنسبة لشمال سوريا تحتاج إلى قرار دولي، وكما هو هذا القرار يعني غير ممكن، وخاصة في فيتو روسي وصيني على هذا القرار. لذلك لا تستطيع أن تكون منطقة أمينة، ربما أمينة هذا المقصود فيه تستطيع أن تقول إما عن طريق الحلف الأطلسي كما كانت تطلبه تركيا سابقا، أو بالقوات التحالف الآن تركيا وأمريكا والدول الغربية. ولكن مع كل هذه الدول لا توافق على هذه المنطقة الأمينة أو العازلة أو النظيفة كما يقال. لذلك اضطرت تركيا من جانب واحد أن يعني إلى جانب هذا القرار بحظر جوي من طرف تركيا إذا كان ممكن، وأيضا بضربات أو ببريا بدعم بري بالمدافع التي موجودة على الحدود السورية التركية. ولكن هذه ليست كما يدعى بأنها سوف تكون لمنطقة فقط لبعض، هي سوف تكون ممنوعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، لأنها هي يعني لها علاقة وطيدة مع نظام الأسد، وليست لأنها كردية كما تدعى، لأن المنظمات الكردية الأخرى الموجودة في سوريا والتي لا تطالب بالانفصال ولا تدعم نظام الأسد كلها تتعاون
مع تركيا ومع ومع الائتلاف ومع المعارضة ومع نعم. الجيش الحر بالسيطرة على هذه المنطقة، سندخل بتفاصيل المنطقة الأمينة. أستاذ باكير، لكن بداية حضرتك ذكرت بالأول أنه ممكن تقوم هذه المنطقة عبر الطلب من الناتو من تركيا، هل تركيا تتقدم بطلب للناتو حتى تقيم هذه المنطقة الأمينة، يعني بخلاف المنطقة الأمينة اللي حضرتك ذكرت أنه أصلا موجود العائق فيها واللي هو الفيتو الروسي الصيني، ممكن فعلا تركيا اليوم تقدمت بطلب إلى حلف الناتو لتنفيذ هذا الأمر؟ مو اليوم، يعني منذ فترة طويلة، ولكن حتى التحالف والتحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة لم توافق، وأيضا الحلف الأطلسي لم توافق على هذه لأنها تحتاج إلى قوات برية وجوية. لذلك أمريكا تعارض، وخاصة الرئيس أوباما يعارض بشدة أن يبعث بقوات برية إلى هذه المناطق. لذلك سوف ربما الآن تركيا تحاول أن تفعلها بمفردها، ربما بالتعاون كما هو وارد مع فرنسا في الوقت الحاضر، ولكن إلى انتهاء الانتخابات، لأن هذه تحتاج إلى فترة طويلة. ولكن هذه المنطقة لابد منها، لأن تدفق اللاجئين بكثرة، وفرنسا الآن تريد هذه المنطقة كما الدول الغربية، ولكن ليست من الأمر السهل، لأن إلى جانب النظام الآن روسيا والميليشيات حزب الله وإيران وأيضا المؤيدين لنظام الأسد كلهم يحاولون أن يدخلوا على هذه المنطقة، وليست من الأمر السهل أن تكون يعني المعارضة المعتدلة وعلى رأسها الجيش الحر أن تسيطر لوحدها على هذه المنطقة وتمنع الجيش نظام الأسد والميليشيات حزب الله. حضرتك تتحدث عن دعم عسكري بطريقة ما، يعني أنه حيكون في نوع ما من أنواع الدعم العسكري ولو بشكل غير مباشر، يعني بغض النظر عن نقطة الخلاف مع الولايات المتحدة واللي هي متعلقة بدخول قوات برية. اليوم تركيا ممكن تقدم غطاء جوي، ممكن تقدم نوع من أنواع المدفعية، ولكن سوف تبقى غير كافية، لأن الغطاء الجوي الذي سوف تقدمه تركيا وفرنسا الآن كما هو معروف، علما بأن أمريكا أيضا سوف تقدم بالغطاء الجوي، ولكن الغطاء الجوي إذا لم يكن بحظر جوي لا تنفع. لذلك يعني الغطاء الجوي لم تكن كافية لحماية اللاجئين ولحماية يعني المعارضة المعتدلة، والتي تتمثل ببعض الكتائب المعتدلة في شمال سوريا وخاصة في حلب، في ريف حلب يعني. نعم، لكن هناك زيادة بالطائرات الأمريكية في قاعدة أنجرليك، يعني هل سيكون لها دور؟ هذه الطائرات التي سوف تكون 15F-C، هذه يعني التي سوف تكون يعني لها يعني على سبيل المثال لا تحتاج إلى أن تكون في سماء داخل سوريا، ربما تكون ضربات موجهة من داخل يعني الجو التركي، أو لا تحتاج الدخول إلى داخل سوريا أو الأجواء السورية. في هذه الطائرات لها مسافات طويلة بعيدة المدى، يعني تقصف بالصواريخ من مسافات بعيدة، ولذلك هذه الطائرات أتت من أجل هذا الشيء بطلب من تركيا. ولكن كانت تركيا تطلب أن تكون حظر جوي فعلي، وهذه قسمي وليست فعلي تماما يعني. نعم، المنطقة النظيفة كما تسمى على أي أساس يتم اختيارها؟ يعني اليوم في حديث عن أنها من جرابلس إلى منطقة عزاز، على أي أساس بالضبط سيتم اختيار هذه المناطق؟ يعني هنا في مدخلين، مدخل أنجو بنار وأيضا التي هي تابعة لكلس، وأيضا منطقة قرا قمش التابعة لمدينة عنتاب. هذه المدخلين لسوريا بوابتين تابعين لداعش، هم تركيا تقول يجب تنظيفها من داعش وتسليمها إلى يعني الكتائب المعتدلة أو الجيش الحر، وتكون ب يعني دفاع جوي
بري من طرف تركيا ومن طرف فرنسا، ولكن ليست بشكل رسمي، بشكل غير رسمي كما هو معروف. نعم، يعني تعولون بملء الفراغ الأمني على الجيش الحر، فصائل المتواجدة بهالمناطق اللي حتقوموا أصلا بدعمها طبعا بناء على اختيار معين، لكن هل هي تعولون عليها حتى تملأ الفراغ الأمني بالمنطقة المزمع إنشاء؟ طبيعي يعني، ولكن علما بأن هذه غير كافية، ولكن سوف تحاول تركيا بمساعدات جوية وبرية من داخل تركيا مساعدتها الجيش الحر والكتائب المعتدلة لسيطرتها على هذه المنطقة وإبعاد داعش تماما من المنطقة، وأيضا PYD أو الحزب الاتحاد الديمقراطي التي هي مدعومة من نظام الأسد، وأيضا مدعومة علما بأنها مدعومة الآن من روسيا، حيث هذه المنظمة أعطت قاعدة لروسيا في بالتنسيق مع نظام الأسد في مدينة الحسكة للتواصل أو للعبور من هناك إلى العراق عن طريق لروسيا. ولكن كل هذا تركيا يعني سوف تحاول منع هذه الفصائل الدخول إلى هذه المنطقة، ولكن ليست ممنوعة كما يدعى للأكراد، لأن الأكراد هم شعب أخوة لنا في تركيا، وهم شعب أيضا من مكونات الشعب السوري، لذلك لا نستطيع أن نقول الأكراد لا يستطيعون الدخول، ولكن فقط الفصائل التي تنتمي إلى حزب PYD أو الاتحاد الديمقراطي التي سوف تمنع من دخولها إلى هذه المناطق. نعم أستاذ باكير، الحاح تركيا من فترة إلى أخرى بإنشاء هالمنطقة هي تحت أي مسمى؟ اليوم هل لها يعني ضرورة أكثر من أي وقت مضى بالسابق؟ يعني بالتأكيد تركيا لها هدف بالنهاية، هدف يصب بمصلحة تركيا و... طبيعي أمن واستقرار تركيا مهمة جدا بالنسبة إلى هذه المنطقة. هل هي اليوم أكثر إلحاحا هذا الأمر بعد هذا اللجوء التي يوميا تزداد بتركيا، والدول الغربية كلها تناقض وتقول وتنقض تركيا بأنها هي تسمح اللجوء إليها؟ لذلك تركيا تسعى جاهدة إلى حماية الشعب التركي داخل الشعب السوري داخل سوريا، وهذه بإيوائهم في هذه المناطق التي تعتبر عازلة أو نظيفة أو أمينة. نعم، المشاركة الفرنسية، في حديث عن مشاركة فرنسية قد تكون أيضا عسكرية ضمن إنشاء هذه المنطقة، في تنسيق بدأ يكون بين الحكومتين، هل في حديث فعلا؟ هل بدأت خطوات فعلية؟ يعني هذه اتفاقية مبدئية، ولكن التنسيق لم يبدأ بعد، ولكن عرضت فرنسا على تركيا بأن تنسق معها، ولكن بمقابل استعمال الطائرات التركية قاعدة إنجلك، وتركيا سوف توافق إذا كان لزم الأمر في الأيام القادمة للتنسيق حول يعني اتفاق فرنسي تركي لحماية المنطقة الأمينة أو النظيفة من النظام الأسد ومن ميليشيات حزب الله والإيرانية، وأيضا الفصائل الاتحاد الديمقراطي الكردي في هذه المنطقة. نعم، يعني قبل ما نختم معك، من فترة الثانية بنسمع عن هالمنطقة وبيتم حشد كبير بهالاتجاه، سواء حشد إعلامي أو حتى يعني تحليلات سياسية وأمور مختلفة، هل فعلا اليوم نحن أقرب من أي وقت مضى لإنشاء هالمنطقة هاي؟ والفترة الزمنية لأنها المتوقعة على إنشائها قد ايه بتتوقع؟ يعني خلال تأخذ في خلال شهر تقريبا، علما بأن الإعلام يقول أسبوع 10 أيام، ولكن سوف يعني تستمر هذه الحشود لفترة شهر، ربما تعلن رسميا هذه المنطقة من طرف تركيا وفرنسا، ربما تحاول تركيا أيضا ضم أمريكا وبعض الدول الغربية إلى هذه الاتفاقية، ولكن الآن مستبعد جدا. نعم، إغاثيا حتكون تحت الإشراف التركي أستاذ باكير؟ طبيعي الإشراف التركي في الوقت الراهن. نعم، كل الشكر لوجودك معنا والمعلومات اللي عطيتنا إياها ضمن مداخلتك. المحلل السياسي التركي أستاذ باكير أتجان. والشام إلها نبي، كان راسي على الحجر متكي، لما إجانا الصبح وضوى شوارها، نفضت برد الليل عن كتفي، لملمت حالي وقمت ودها. والشام إلها نبي، إلها
ما بيعرفوا إلا الغفير صيفها وبرد الحجر تحته والشام في إلها نبي جرى 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 بيجي وقته والشام إلها نبي. نجطت من دمي وبفيت الأماوي ننتو شفت حلمي من غيرك يا شام من غربك عني من غيرك يا شام من غربك عني من الكسر حلمي يا شام يا أمي بالله ارجعي ارجعي بالله ارجعي ضمي مشتاق لعيوني مشتاق لحجارك مشتاق لعيونك مشتاق لحجارك طهر دنستني بالله ارجعي ارجعي بالله ارجعي ضمي مني انا ابنك منك بعيد أمي مني أنا ابني منك بعيد أمي. وعن الجدوى الاستراتيجية للمنطقة الآمنة أو حتى الأمينة مستمعينا، فرغم إلحاح أنقرة على إقامتها يصعب القول إن فكرة المنطقة العازلة أو الآمنة كانت طرحا تركيا خالصا، فبينما حظيت بقبول فرنسي وتفهم بفترات مختلفة بريطاني كما نصحت بها أيضا دوائر استراتيجية أمريكية، كانت المعارضة السورية تلح في طلب إنشاء تلك المنطقة منذ وقت مبكر من عمر الثورة السورية، وهو ما بدا جليا منذ بدايات الثورة حتى مع جمعة الحظر الجوي مطلبنا في شهر تشرين الثاني بالعام 2011، وأيضا في جمعة أخرى في كانون الثاني العام 2012 حملت اسم جمعة المنطقة العازلة، بيد أن التداعيات التي تمخضت عنها الحالة السورية في الآونة الأخيرة سواء في الشمال أو الجنوب أكسبت فكرة المنطقة العازلة أو الآمنة طابعا إقليميا بعدما صارت مطلبا ملحا من قبل تركيا في أغلب الأوقات. بدأت تركيا تروج لهذا الطرح منذ شروع نظام الأسد في أعماله العدوانية لقمع الثورة السورية في العام 2011 ودفعه أيضا ببعض الأكراد في سوريا لإقامة كيان مستقل لهم على الحدود السورية التركية فيما بعد، ردا على دعم أنقرة للثورة، ثم عادت وألحت أنقرة لإقامتها في شهر كانون الأول بالعام 2014 حينما تضمنت شروطها الأربعة للمشاركة في الحرب على داعش أو تنظيم الدولة. في تلك الفترة تضمنت عن إعلان منطقة حظر جوي وإقامة منطقة آمنة متوقية من وراء ذلك بلوغ حزمة من الأهداف. ومستمعينا بينضم إلنا مراسلنا أسامة حميد. أسامة يسعد مساك. أهلا وسهلا فيك راني، هلا بك. إيمان يا أسامة. إيمان أنا أعتذر. أهلا وسهلا فيك بكل الأحوال. أسامة، حديث مطول عن المنطقة الآمنة الأمينة، مسميات مختلفة وتحليلات كثيرة كالعادة، يعني كل ما بيصير حديث عن هالموضوع بتكتر التحليلات وبتكتر الأخبار. حصل بالسابق واليوم عم يتكرر الوضع. من ملاحظاتكم هاليوم هي أقرب وقت لتحقيق هالأمر؟ هل متوقع فعلا بدأت خطوات على الأرض تتم؟ نعم إيمان، أولا دعيني أن أنوه إلى مسألة ضرورية جدا، بأن أنقرة كانت قد لوحت بالمنطقة الأمينة، وأنا هنا أشدد على تسمية المنطقة الأمينة وليست الآمنة كما يداول في وسائل الإعلام والصحف. هذا الموضوع قديم جديد، ربما تجدد الآن بقوة أكبر خاصة بعد فوز حزب العدالة والتنمية، و
قرب تشكيل حكومة. ربما تكون هذه الحكومة في هذا الشهر 28 من الشهر الجاري. على كل إيمان يعني المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لإقامتها خلال أسبوع هو لم يأتي بخبر رسمي صادر عن مسؤول، ولكن كما تعلمين أن هذا الخبر جاء بشكل مسرب إلى جريدة الشرق الأوسط، ولكن هناك مؤشرات تقول أن أنقرة فعلا اتخذت يعني قرار حاسم قبل قمة مجموعة العشرين والتي استضافتها إيمان كما تعلمين تركيا في مدينة أنطاليا قبل نحو أسبوع. يبدو كان في حديث أسامة أنه حتى الولايات المتحدة طلبت من تركيا، يعني كانت تركيا تطرح الموضوع قبل قمة العشرين والولايات المتحدة طلبت التأجيل حتى يتم اليوم الحديث عنها يعني في هذا الوقت. هل في أسباب؟ هل تبين معكم أي أمر آخر؟ نعم إيمان، هذا ما كنت سأتي إليه فعلا. يبدو أن هناك نقاط وتناقضات ما زالت عالقة فعلا بين أنقرة من جهة وواشنطن من جهة أخرى حول طبيعة هذه المنطقة ومدى انعكاساتها، وخاصة أن أنقرة ترفض وجود أي حزب كردي في هذه المنطقة العازلة، لكن مع عجلة من التسريبات وعجلة من هذه التصريحات حول إقامة منطقة عازلة هذا الأسبوع هي أحداث باريس التي فعلا جعلت الأمور تتخذ منحى جديد، حتى أن هناك مشاورات عسكرية أيضا بين أنقرة وباريس لبحث إمكانية استخدام الطيران الفرنسي للقواعد التركية الجوية. إيمان، نعم، الفصائل اللي موجودة في هذه المناطق من الجيش الحر والثوار، هل في شيء بخصوصا يعني لابد أنه هن بدهم يكونوا بالدرجة الأولى على أهبة الاستعداد؟ أيضا بالتأكيد حيكون لهم الدور الأكبر على الأرض باعتبار المنطقة ما فيها أيضا تنظيم داعش، هل من معلومات عن هالأمر؟ المصادر التركية إيمان تقول أنها لن تدخل الأراضي السورية، لكنها ستقوم بعمليات دعم جوي ومدفعي مكثف لقوات المعارضة، وذلك من أجل السيطرة على طول المنطقة الممتدة من جرابلس حتى عزاز، وذلك لمنع تقدم تنظيم الدولة أو أي منظمات إرهابية. طبعا هنا عندما تقول تركيا أي منظمات إرهابية هي إشارة واضحة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات الحماية الشعبية وتغييبها تماما في هذه المنطقة. وهنا أنوه ربما تركيا تؤكد على تسمية هذه المنطقة المنطقة الأمينة هي تصرفات بسياسة براغماتية نفعية تعود على تركيا، وخاصة عانت مع تركيا في الآونة الأخيرة وحربها مع حزب العمال الكردستاني وبعض الوحدات الكردية التي كانت تساند البيكيكي حزب العمال الكردستاني. إذن نحن أمام منعطف عسكري ربما الأيام القادمة ستكشف إذا ما كان فعلا هناك منطقة آمنة أم أنها مجرد تسريبات وتطبيلات إعلامية من هنا وهناك، ولكن على ما يبدو أن فعلا هناك قرار حقيقي باتخاذ إنشاء منطقة آمنة، ولكن كما أسلفت من قبل أن هناك تناقضات عالقة ما زالت ما بين واشنطن وأنقرة حول ماهية هذه المنطقة كما ذكرت. نعم، اليوم الحكومة المؤقتة يعني عم تمر أصلا هي بظروف صعبة ما بين استقالات وإلى آخره من هذه التفاصيل. الحكومة المؤقتة أو المعارضة السياسية المتواجدة اليوم هل تعول على هالموضوع؟ هل بدأت تتخذ أي إجراءات تحضيرية لفكرة إنشاء المنطقة الأمينة بشمال سوريا؟ يعني إيمان أنت تعلمين أنه في قبل أيام رئيس الحكومة المؤقتة، ربما لا أدري إنها أن أستطيع أن أقول السابق لأن هناك أحاديث جدية وانتشار كبير بأن أحمد الطعمة قدم استقالته للائتلاف بغض النظر الآن عن الدخول في تفاصيل هذه الاستقالة، ولكن فعلا قبل أيام كان رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الطعمة في زيارة لمنطقة عزاز بتنسيق مع
الجانب التركي، وحصلت خلافات لكيفية دخوله إلى هذه المنطقة مع الجبهة الشامية، وكان هناك تبادل بالبيانات وبعض الشتائم من قبل الطرفين، إن كان من قبل حقيقة الجبهة الشامية وإن كان من قبل رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الطعمة. نعم هناك تنسيق تركي ربما سيكون كبيرا من جهة الحكومة والائتلاف لأجل هذه المنطقة، لكن حتى اللحظة ليس هناك شيء واضح على السطح لكي نتحدث عنه بشكل مفصل. نعم، طب السوريين اللي متواجدين بالقرب من هالمنطقة خصوصا وهن بظروف صعبة، يعني هاي المنطقة بحال تمت حتكون محتاجة أكيد لمواد إغاثية، حتكون محتاجة لخدمات مختلفة طبية ومتنوعة، هل في حديث عن هالأمر؟ الناس هل هي عم تتحضر لفكرة من هالنوع؟ للأشخاص العاديين كيف رصدت الوضع؟ أنا أعتقد وأنا قمت بعدة اتصالات مع عدة منظمات إغاثية وإنسانية حول هذا الموضوع، منهم من يقول أن هذا الموضوع سابق لأوانه ولطرحه إن لم يكن فعلا هناك منطقة آمنة حقيقية، ليست منطقة فقط على الإعلام وتكبيرها وتضخيمها دون أن نرى أي شيء. هناك فعلا منظمات يعني قالوا بأنهم جاهزون على أهبة الاستعداد وأنهم مستعدون أيضا للتنسيق مع تركيا لدخولهم لتلك المنطقة العازلة، فرق طبية، فرق إغاثية، فرق اجتماعية، فرق يعني بكل شتى أنواع الأمور الإنسانية التي سيحتاجها بالتأكيد الناس هناك في المنطقة الآمنة. نعم، قبل ما نختم معك أسامة، من رصدك للموضوع على أرض الواقع، تتوقع أنه هالمرة هل هو فقط عبارة عن تسريب صحفي لغرض ما، أم أنه فعلاً قد يكون أمر واقع وخلال لعله شهر نرى منطقة أمينة في الشمال السوري فيها نوع من أنواع الدعم للفصائل الثوار، فيها نوع من أنواع الحماية للسوريين اللي في هالمناطق، أو عودة لحتى لبعض اللاجئين يمكن اللي بتركيا؟ إن أردت الإجابة بشكل صحفي فسأقول إنها مجرد تسريبات ظهرت لجريدة الشرق الأوسط. إن أردت كوقائع فعلا عندما حررت الجبهة الشامية أو الثوار في ريف حلب الشمالي دلحة وحلجة، يعني كانت هناك حررت من تنظيم الدولة بغطاء جوي تركي، المؤشرات تقول أن هذه المرة لن تكون كما كل المرات السابقة، وهناك فعلا تحضيرات، نحن نراقب على الحدود ما يجري، هناك تكثيف عسكري بالنسبة للأتراك، ربما سيكون هذه المرة بعد صوت حزب العدالة والتنمية قول آخر وفيصل آخر سننتظره في الأيام القادمة بخصوص هذه المنطقة الأمينة التي تمتد من جرابلس حتى عزاز بطول 100 كيلومتر وعمق 40 كيلومتر. إن شاء الله نعرف كل الأخبار بأقرب وقت ممكن وتكون أخبار مفرحة للسوريين ضمن هالأيام الصعبة كتير اللي عم يمروا فيها، ولو خبر مفرح بيفرق. كل الشكر لوجودك معنا أسامة حميد من الريحانية التركية.
ومستمعينا بينضم لنا عضو المجلس المحلي لمدينة حلب الأستاذ أسامة تلجو. أستاذ أسامة يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك على هوا راديو أوريانت. مساء الخير لكم كافة المستمعين وأهلا وسهلا فيكم. بداية أنتوا بالمنطقة يعني أقرب ما يكون للمنطقة المحكي عنها عبر إنشاء منطقة آمنة أو أمينة تقوم فيها تركيا مدعومة بأكثر أيضا من جهة، هل هناك أي تحضيرات؟ هل هناك من تواصل معكم بخصوص هذا الأمر تحضيرا لخطوة من هالنوع؟ الحقيقة بالنسبة للمنطقة الآمنة تمتد في المساحة الجغرافية في المنطقة التابعة لخدمات المجلس المحلي أو مجلس محافظة حلب. فكافة التدبيرات يقوم بها مجلس محافظة حلب. نحن وابتداء من دخول داعش للريف الشمالي في مجلس مدينة حلب قمنا باستقبال عدد كبير من النازحين وبإعداد المأوى لهم وتأمين الإغاثة والمبيت ولوازم المعيشة. والآن أيضا نحن نجري هذه الاستعدادات، لأن أعتقد أنه سيكون هناك موجة نزوح على الأقل خلال فترة المعارك ريثما يتم طرد داعش من المناطق التي استولت عليها. تتوقعوا أعداد معينة أستاذ أسامة؟ يعني هل تتوقعوا موجة كبيرة أعداد؟ الحقيقة لا أعتقد أن الأعداد ستكون كبيرة بسبب أن المناطق التي سيتم تحريرها خاصة بالفترة الأولى طبعا هي بالأصل شبه خالية من السكان، لكن في الفترة القادمة عندما سيكون هناك تحرير لمنطقة الباب بإذن الله أو ما بعدها أكيد سيكون هناك نزوح كبير جدا، لأن المناطق الآن آهلة بالسكان وتمارس حياتها بشكل طبيعي تقريبا. فيها كثافة سكانية يعني هي المنطقة؟ نعم، الريف الذي دخلته داعش أو المدن الريفية والقرى التي دخلتها في الفترة المؤخرة هي شبه خالية من السكان، لكن ابتداء من منطقة الباب إلى منبج الحياة شبه طبيعية هناك، وهناك كثافة سكانية طبعا. الحاجيات اللي ممكن تلزمكم يعني على بشكل طارئ، خليني أقول إذا ما تم تطبيق فعلا هالمنطقة، هاي الحاجات الإغاثية اللي ممكن فعلا تكونوا محتاجينها لو بالفترة الأولى يعني بشكل عاجل وطارئ، هل في أشياء محددة؟ أنتوا اليوم بالتأكيد المنطقة أكيد بحاجة كل شيء، لكن بيضل في أولوية لأشياء عن أشياء أخرى، شو هي أكثر المواد اللي لازم تكون؟ كان هناك عدة اجتماعات بخصوص تحضير المنطقة الآمنة. حددنا سلسلة أولويات، الأولوية أولا لوازم المبيت والإقامة من مخيمات ولوازمها، بالدرجة الثانية يأتي موضوع تأمين مياه الشرب والخبز ثم الغذاء، وبعدها يأتي موضوع تأمين الاحتياجات الشخصية الأخرى. كذلك الأمر يتم دراسة تأمين المياه على مستوى القرى نفسها، يعني عندما ليس فقط تأمين المياه للمخيمات وإنما للقرى، إذا كان هناك أي ضربات لمصادر المياه أو مصادر الكهرباء صيانات طارئة مباشرة بنى تحتية يعني؟ نعم، من بنية تحتية بحيث يتم توصيل المياه والكهرباء مباشرة إلى القرى. نعم، قبل ما نختم معك أستاذ أسامة، هل في جهة معينة بتطالبوها بسرعة التحرك بمواد عاجلة تحضيريا؟ يعني لابد أنكم عم تمروا أكيد بظروف صعبة، توفر المواد الأولية ما موجودة، لعله أيضا العامل المادي لمجلس المحافظة وجميع الدوائر العاملة بهالقطاع هذا، لابد أنكم دائما بحاجة الدعم، يمكن حتى الدفاع المدني بهالمنطقة بحاجة أيضا الدعم. شو هي أكتر شيء أنتوا اليوم بتطالبوا فيه؟ وهل في جهة محددة يمكن الحكومة المؤقتة إذا تواصلت معكم بهالخصوص أو لا؟ شو اللي بيلزمكم اليوم؟ الآن كما ذكرت حضرتك هناك الأولوية في البداية لتأمين احتياجات الدفاع المدني بالدرجة الأولى، ثم تأمين الاحتياجات التي ترد من مجلس المحافظة والمجالس الفرعية ومن مديرية الكهرباء والمياه. هذه هي الأولويات الآن، يعني نرجو من الحكومة أن تكون على تواصل دائم مع المديريات لتأمين ما تحتاج بالسرعة القصوى،
وهناك لجنة سيتم تشكيلها أو تم تشكيلها حقيقة، هي مشتركة بين مجلس المحافظة والحكومة لدعم هذه الاحتياجات بأسرع وقت. إن شاء الله بأقرب وقت ممكن بتتوفر لكم هالاحتياجات. وبسمعنا المعارضة السياسية اللي موجودة، ولو ضمن إمكاناتها بتقدم لكم ما يمكن يدعم هالوضع الصعب اللي عم تمروا فيه، على أن يمر بأقرب وقت ممكن على خير. نتشكرك كتير لوجودك معنا ومداخلتك معنا، عضو مجلس مدينة حلب أسامة تلجو. وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا أمر يا بيوت اللي بيحبونا، يا تراب اللي سبقونا، يا صغير وسعدني وسعدني يا وطني. جيراني بالأنطرة تذكروني، وبلبي للقمر يندهوني، جيراني بالأنطرة تذكروني، وبلبي للقمر يندهوني، شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وحجار حفافيك وجوه السوري عمروا، شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وحجار حفافيك وجوه جدود عمروا، شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وحجار حفافيك وجوه جدود عمروا. وعاشوا فيك من مية سنة، من ألف سنة، من أول الدنيا. مستمعينا، كنا تحدثنا عن مجموعة من الشروط تضمنتها أنقرة للمشاركة في حرب أيضا بفترة السابقة على تنظيم الدولة، وكانت موضوع منطقة الآمنة على رأسها، وإعلان منطقة حظر جوي ومنطقة آمنة، ورغبتها بوجود مجموعة أو بالوصول إلى مجموعة من الأهداف، أولها توفير ملاذ آمن للاجئين السوريين الفارين من قصف الطائرات وصواريخ السكود وبراميل الأسد المتفجرة وأسلحته الكيميائية، إلى حين تمكينهم من العودة إلى أراضيهم، الأمر اللي من شأنه أن يوقف تسلل المسلحين ويخفف من تدفق المزيد من اللاجئين إلى تركيا، ويقلص أيضا العبء عن كاهل دول الجوار التي باتت إمكاناتها عاجزة عن استيعاب قوافل اللاجئين. ثاني هذه الأهداف تمكين الحكومة السورية المؤقتة من تقديم خدماتها على أوسع نطاق في الداخل السوري، سواء من خلال تشكيل قاعدة خلفية للثوار أو ملاذ آمن أيضا للمنشقين والمدنيين والهاربين من بطش النظام، وأيضا تشكيل قاعدة مهمة للتموين والاستراحة والتخطيط وإسعاف المصابين والجرحى، عبر فرض مناخ ملائم لعمل المؤسسات الثورية والمنظمات الإغاثية والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني كافة. ثالثا مستمعينا، أيضا مساعدة الفصائل الثورية للانضواء تحت لواء مؤسسة عسكرية وطنية واحدة ذات محددات واضحة تساعدها على تحرير ما تبقى من الأراضي السورية للخلاص من النظام الأسدي. هاي النقاط ثلاثة كانوا على عجالة، اللي كانت دائما أنقرة تتحدث عنهم كأهداف معلنة لإقامة منطقة آمنة. طبعا التصريحات حول المنطقة الآمنة خلال الفترة الماضية وخلال فترة أربع سنوات من الثورة السورية، كانت التصريحات تختلف ما بين تركيا والولايات المتحدة. مرات تصرح تركيا بعن أنه أصبحت المنطقة الآمنة قريبة جدا للحصول وأن تكون على أرض الواقع، لتعود الولايات المتحدة وتنكر هالأمر، في حين مثلا فترة من الفترات تحدث داود أغلو وزير الخارجية التركية أن أردوغان اتفق مع أوباما على
تفاصيل المنطقة الآمنة بشمال سوريا، وأن أصبحت مسألة وقت لا أكثر. بنفس التوقيت نفت وزارة الخارجية الأمريكية من جهتها أي رواية تركية بهالأمر، مؤكدة أنها حوارات استراتيجية بين الجانبين منصبة على كيفية تقويض داعش. أما من جانبها الولايات المتحدة فكانت دائما تتحدث عن معوقات جيوستراتيجية متنوعة تعتبرها الركائز اللي بيرتكز عليها الموقف الأمريكي الرافض لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا. دائما المحللين الأتراك ما وصفوا الموقف الأمريكي أو حللوا انزعاج واشنطن بأن بسبب أن من سيسيطر على الأرض إذا ما تم طرد تنظيم الدولة أو تنظيم داعش، وهي الفصائل السورية الثورية المختلفة. فكانت دائما تتحدث الولايات المتحدة عن أنه من سيكون الموجود بدل تنظيم داعش، وكان الحديث دائما يتراوح بين هالأمرين. أيضا كانت الولايات المتحدة تسند ترددها إلى إقامة المنطقة الآمنة في سوريا على اعتبارات منها غياب الغطاء الدولي أو الشرعي الدولي، وهو موافقة مجلس الأمن، واللي هو دائما كان يصطدم طبعا بواقع الفيتو الروسي الصيني. دائما تتحدث الولايات المتحدة عن أنه يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن يدعم هذا المقترح، وحاولت تركيا خلال الفترات السابقة الحصول على هذا القرار في العام 2012 كما قلنا، لكنها فشلت بسبب الاعتراض الروسي الصيني. موطني موطني الجلال والجمال والسماء والبهاء في مستمعينا. عامة بالمنطقة العازلة يتم فرض أثناء النزاعات المسلحة بالاتفاق بين الأطراف المتحاربة أو المتنازعة لتحييد هذه المنطقة من الاشتباكات، وأيضا حفظ الأمن على الحدود ومنع تسلل الإرهابيين ومنع أعمال التهريب وغيرها من الأمور الأمنية الحدودية. هي كانت ختام حلقتنا لليوم، حديثنا عن المنطقة العازلة أو الآمنة يلي المفروض أنها تكون محل تنفيذ خلال أسبوع مثل ما تسرب لوسائل الإعلام، أو خلال شهر كما تحدث ضيف حلقتنا لليوم المحلل أتجان. حلقتنا لليوم انتهت، نذكركم بتردداتنا دمشق على 95.6، ريف دمشق على 96.7، إدلب حما وحمص على 94.6، حلب وريفا الحسكة والقامشلي على 95.8. لكن اللي عم يتابعنا باللاذقية بتلاقونا على تردد 94.2، وبالرقة وريفا على 102، القنيطرة درعا وغالبية ريفا على 99.2. أما تردد 94.6 فلكل اللي عم يسمعنا من الريحانية وأنطاكيا التركيتين، كمان تابعونا على رابط البث المباشر orientashradio.net. كل الشكر لضيوفي اللي كانوا معي بالحلقة، وشكر موصول للهندسة الإذاعية سلام مساعدة، يعطيكي ألف عافية. بتقيكم بحلقة جديدة من رمان الهواء. إعداد وتقديم إيمان أحمد. باي باي. رمان الهوى مع إيمان أحمد. راديو أورينت بترد الروح.